اسم غريب طبعا، هو اسم تاريخي. في السابق كان يعتبرونه مرض شديد، فكانوا يمثلونه بمرض انه هو ذئب، ذئبه. لكن مع استمرار مع تقدم العلم وفي القرن العشرين المفروض ما نخاف منه بالطريقه هذه. المرض هو عباره عن مرض مناعي، جهاز المناعه الموجود عندي وعندك مفروض يحمينا من البكتيريا، من الفيروسات، من الفطريات. لسبب أو لآخر هذا الجهاز المناعة يبدأ يهاجم جسم الإنسان نفسه بنفسه، يبدأ يهاجم أول الجلد، بعد المفاصل، ثم أعضاء أخرى. فببساطة هو يسمونه مرض ذاتي المناعة، يعني المناعة تتوجه إلى جسم الإنسان بدل أن تتوجه إلى الخارج، وله عدة مراحل بسيطة متوسطة وشديدة.